معلش عشان كانت بداية الشهر. كنا كنترول لايفات، كنترول لايفات صاحبي، كنا كنترول لايفات في 2015. 2015 كنا كنديروا اللايفات، والله ما كانوا كيديروهم هما، اقسم بالله ما كانوا كيعرفوا يديروا اللايفات. انا شي وحدين، انا بانوا 2018 2019 عاد بانوا في السوشيال ميديا. فين كانوا؟ وين كانوا؟ تقدلم تقدلم اخي هشام، تقدلم صراحة ما تقدش ليهم. شوف شوف راني قلتها قبيله في اللايف عندي، قال لك بنادم هشام راه دابا بنادم كتلقى لي لايف فيهم استفاده وفيهم كذا وفيهم كذا، كتلقى فيهم 40 ليفو 100 ليفو، ولكن ديال التفاهه كتبقى طايق. قلت لهم شوف نقول لكم حاجه طبيعيه، في هذه المده التفاهه غادي تطلع. علاش التفاهه غادي تطلع في هذه المده هذه؟ بنادم مستريسي، مستريسي في دماغه، مستريسي في صحته، مستريسي في جيبه، الو اوتوماتيكمون غادي يجي شي واحد يبقى يقول له هذاك الاستاذ اللي كيجي كيقول له قرا دير فعل، يقول له سير بعاد مني، سير تمشيش من القرايه، فهمتي؟ دابا بنادم باغي يضحك، باغي يضحك، باغي يتفاجئ، باغي يتفرج، باغي يجيب الوقت بنادم. اما فهمتي، اما ديك اللعيبه ديال تبقى تنصح به وتقول له دابا دابا هاد اللحظه اللي تقول بنت ريني كذا، يقول سير الملولي بعد منيش من تريني ولا، فهمتي؟ لا نورمال باغي هذا ما تلقى فقيه فقيه حافظ 60 حزب يدير اللايف والله تيطلعوا له 6 ويسبوا. لا 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 بيزيك اصاحبي، ما غاتطلع بعد باغي يضحك، بعد باغي غير خرطي، حيتاش كلشي خرطي صافي، نمشيو حنا في الخر، حنا ولينا بحال الفكار المغاربه، والله الا ولينا بحال الفكار فين ما كانت تخرويت كانت تحشاو فيه. حنا على بحال طورتينين عندنا ذاك الدار وكنطلبوا ونولوا ندخلوا، هذا هو المغربي اقسم بالله. نورمالمون حنا في كارن، حنا خصنا موانا الصرب، حنا خصنا نعيشوا في الويدان في القوات، حنا مادام غاضب كارن علينا من الاخر. ولا كتلقاني انا مقهري خارج بكري من القرايه، عم عرفت شي باينه انا كنقول ما خرجتش في البوزيكا في القرايه، بوزيكا منين خرجتي في القرايه؟ والله الا خقاري شي ساعات المكانه في حياتي. انا قلت للاستاذه يلا عمرنا الادوات، اسمع يلا اول خطره دخلت المدرسه قالوا لك بوزيكا، قالوا لك بوزيكا على البنج كومونتا، ما عرف شنو قال لك، تكلم للبنج، شوف شحال كيكتبوا البنج للبنج. عين 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 عين، الى البنج هنايا وعنده ديال النحاس نزل سي هشام والله تنطلع نطلعوا في اللايف ونمشي نديها له عوجه عاوتاني يلا، ونفرقعوا هذا الرماني نقول له علاش انا كنهضر عليك يلا، الا كان عنده ديال النحاس نايط له في التليفون، نايط له في التليفون عيط له والله يا اخي انا قلت يا ولد سر سر. شوف ولكن دابا المشكله، دابا المشكله النمره ديالي اللي تيعرف هي هذه باش داير انا اللايف، هذه النمره هذه ما تيعرفهاش، يقدر يجاوب يقدر لا، يقدر ما يجاوبكش بحال اللي هو اللي كيبيع البنج للمغرب. لا هذه النمره هذه ما تيعرفهاش، فهمتي شنو بغيت نقول لك؟ هذه النمره هذه اللي تيعرف. ايوا راه كان كيشوف هذا اللايف اسي البنج اسي هشام هادي صوني عليك بواحد النمره اخرى جاوبو شحال هو والمسير ولا خاصو يكون. شوف البنج، البنج الرجوله ظريف البنج انا تنعرفو، لكن هو اللي كيكومونتي، لكن هو اللي كيكومونتي نعيط له. اخي شنو المشكله عندك انت ويا الفري ودابا هاد المشكله؟ حنا راه حنا رجال، حنا ما كنقدروا الرجال، انا ما كنقولكش ماشي راجل، انا كنقول لك بنادم خربقوا ومشى عوج حكم عليا بلا ما كيعرف، واش فهمتي؟ فهمتيني ولا ما فهمتي؟ هذا الشيء علاش انا بغيت نطلع معاه في اللايف وما بغانيش نطلع، قال لي محقه كيطيح الهضره، هاني نطلعو في اللايف لا ما نطيحش الهضره. الدراري واش البنج هو دخلتو للكونت واش اوفيسيال هو؟ غادي لك كان كومونتار كون راه طلعت راه يمكن باين. هو راه عنده الكونت فيريفي هو راه كون راه باري. ما يقدرش يطلع. هو راه فيريفي. هو كيقول لك هو. البنج انا نعيط لك دابا جاوبني. احنا نرجعوا دابا هاد قول له، قول له يسرد داك التيكس وحنا نطلعوه. اين صاحبي انا نعيط لك. الشق كاش تريسي بتاع هشام بلا سبيريونات بلا جري بلا فيتامين بلا بلا بوليسي بلا حتى لعبه، مو بنادم تو توب فيونس. قال هو هو البنج جاوبني اخويا انا نعيط واحد النمره دابا. يا الله ومرحبا والله تنطلعوا والله نزل لك السي هشام ونطلعوا. لا نعيط له، نعيط له هاي نشوف ما كتصونيش ما عرف واش واقيلا داير فيريفي هو هو.
ما بانش الا كنتي داير الاورلي، الا كنتي داير المود افيو حيده. انت مود اورلي انا خايا هشام، اسمح لي واحد دقيقه انا غادي ننزلك وها هو يسرد داك اللعيبه ونطلعو الا كان كيف. انا صافي تنتاكدوا واش هو ولا ماشي هو، الا كان فيريفي راه قال لي واحد والله الا هو والله تنطلعو بالله ما عنديش المشكلة. انا اقسم بالله حيت انا عارف راسي والله الا نعدي عليه والله العلي العظيم الا تهدى لي بالله والله حتى الرجوله بالله انا تنعرفو، انا تنعرفو مزيان خويا. حتى حنا ما عندناش فين ندفنوا الحنس واقف ومنشطين، واش السيده صاحبي عمرو كياس دابا شنو المشكل اللي قال لك؟ شنو المشكل عندك انت وياه؟ ها هو الا طلع دابا غادي تسمع بودنك دابا يقول لي انا نعرف شنو هو المشكل. شنو ديك لاربين؟ هذاك قول لخي ديك لاربين داول الديسك. أين أخويا نقول لك دابا أين نقول شنو كاين؟ أنا أنا شوف البنجي إلا كتسمع طلع سرد سرد داك اللعيبة اللي كذا وحنا غادي نخرج. يكتب غير كومونتير، كل يكتب غير كومونتير، نكتب كومونتير نقول لك واش هو ولا ما هو. أنا خويا هشام نمشي نضرب واحد البولة فيا من العيد الصغير العام اللي داز. أنا ما بدي هذا الدراري الله تعالى. البنجرة هو اللي في اللايف، هو هو صافي، هو عطاني واحد النمره فين نعيط له صافي. احنا نفريوها دابا دراري، بارطاجيو اللايف دراري، كلشي بارطاجي اللايف، بارطاجيو اللايف. دراري بارطاجيو اللايف دابا، بارطاجيو اللايف باش دابا غادي نفريوها، حيت البنز الرجوله وبوزيكا حتى هو الرجوله، لكن بيناتهم شي حاجه دابا تفهم. لا راه هو 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 هضرت معاه دابا في البريفي هو صافي هو هو بوزيكا طلعوه. لا هو غنعيط له، هو غنعيط، هو عطاني النمره فين نعيط. حيت انا انت انا راه انا وياه فهمتي، حنا راه عشيري هو فهمتي. ايوا يطلع اخويا باش نفهموه، باش ما يبقاش يقول بيزيكي حقا كيترمى علينا ولا راه كيتهدى باش يعرف. لا لا كلش ولا انا تنعرفو البنج رجول، ها هو نهضرو معاه دابا غنفريو دابا حيت انا ما عرفتش شنو بيناتكم. ما كاين غير كارو. الو السلام عليكم زكريا، فين اخويا؟ الله يحفظك اخويا. مزيان وهذا البنج عندك صوت ضعيف اخويا. لا مازال صوت ضعيف. مازال صوت ضعيف. علاش مازال صوت ضعيف؟ دابا مزيان، دابا مزيان. دابا ناضي. دابا ناضي. هاني عشيتي الله يحفظك اخويا. فين؟ درت الاوت بارلور انا كنشوف في انا درت الاوت بارلور. كتسمع بوزيكا؟ كنسمعو مزيان. اي هضر ويسالي وانا عندك الساعه نقول جوج كلمات ونسى حكم اخايا هشام. هذه هي الرجله القاضي حيت كيطلعوا القاضي حيت كيطلعوا جوج حالات. دير شوف 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 البنج البنج هاد النمره هذه عندك فيها الواتساب؟ انا عيطوا ابل فيديو يلا. شوف شوف بوزيكا الرجوله انا تنعرفو ديال انا كنعرفو ماشي دابا راه غير شي سوق تفاهم وقع بيناتكم انت تنعرف انت الرجل. دابا شوف خاصكم الدراري تعرفوا واحد الحاجه، شتي بوزيكا خاصكم تعرفوا بوزيكا راه شي بوان تاعك واش هو الرجل. انا كنعرفوا عاوتاني كنقول فاش كنكونوا كنهضروا معقول ولا فاش كنكونوا ابار الضحك والله حتى الرجوله. هذا السي هشام ملول ها واحد الفان ديالك خاي الصغير اخايا هشام. كنعرفوا ليه جا ديك النهار ولا شنو؟ لا لا السلام عليكم كيداير بخير؟ هو قال لي حكا خايا هشام مقنبر عليا تبارك. جبت خايبه باش يتعاون معايا، انت شدت لي بنادم وانا
والله خيا هشام الا تعداو عليا بالله واش انا كنتعدى خيا والله ماشي الكرسون بز ظريف ظريف الرجوله سيري شوف غادي نخليه يهضر وغادي نقول له جوج كلمات غادي يعطي صوته واو انتريو هذا اخي سمعنا زكريا هضر داك الشيء كامل وغادي نقول لك جوج هضرات وغادي تعرف راسك غلطتي هضر دابا انت شوف بويزي غلطه اخي هشام هكا راه الصوت كيمشي له سمعني حاول شوف هو اشترى حاول تهبط ونطلعوه باش تسمع مزيان وداك الساعه مورا طلعوك انت اخي هشام اين بيزيكا صاحبي اكيد تقطع الوصف انا نبدل الكونيكسيون انا هاي هيا تولي دابا بالبانه صافي دابا في الفان ها مزيان هضر فين اخويا هاني الامور كلشي مزيان والله الا بخير الله يكبر بيك كل دابا كاينو تفاهم ماشي سوء تفاهم وهو عدم تناسق الافكار بويزي غير نطلع معاه انا في لايف ويطلع لي ما كاينش مشكل كاين شرط واحد اللي كاين ما يخسرش الهضره حيت كاين الكوميونيتي اللي كتبالي كاين الدراري اللي هما صغار وكاين الناس كبار فهمتي شكون يشرح وهاد الهضره قلتيها في اللايف اخويا زكريا انا قحفت لك بالله وهاد العواش الله طيحت معاك كرام الهضره انا بغيت نطلع نفهمك حيتاش عاد غلطتي انا هضره رجال وكيشا مرا الطراب ديال الرجال حتى هو راه تيعرف بيه مزيان وكل شيء تنعرفو بعضيا انا وماشي ديك اللعبه يلاه غنتلاقاو النهار الاول ولا الثاني راه ديما تنشوفو انا وياه وجا معنا الرجوله يعني ما بينيش وبينو شي تخربيق ولا شي حاجه راه هو يقول لك كلشي راه قلتها له انا الا كنت سمعتيني لا كنتي سمعتيني راه قلتها لك البنز راه الرجوله ماشي وتحبرك على شي طيحت لعب على شي واحد ولا تمركت بشي واحد لا هذاك الشيء اللي قلت له ديك المعامله ديال مول الشيء ديال مول ديال الكاردي نفس المعامله داك الشيء اللي كاين وراه داك الشيء اللي كاين والله هاد الرجال في مكان انا دابا الفيلم اللي كان وقع هو انه بوزيكا عنده المشكل مع الدري حماده ومن يشرح لي حماده الصراحه بقى فيه الحال ولا نحاز للجانب ديال حماده دابا هذا هو الغلط اللي درتي ما سمعتيش ليلي وما قدرتيش تطلعني من شوف في موجه ولد السيكتور ديالك وما سمعتيليش ومشيتي معاه ورميتي ستوريه قلتي هاك دابا دوقني نقول لك واحد الحاجه هانتا باش ندو اون جينيرال زعما ما ندخلوش التفاصيل حيت التفاصيل ما غيتسالوش دابا واش قال لي قال لي بانه راه انت دومونديتي من عنده شي حاجه باش يديرها معاه متفق معاك دارها معاك المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة من بعد بحال قلتي حكرتي عليه من بعد مابقاش اللي ما بقيتوش كتجاوب أنت وياه هو أنت شدت عير بيه الوالدة ديالو داكشي اللي قال لي أنا جاتني هاد العيبة خايبة وما عرفتش خيا هشام تخليوني نهضر سالية هضر أقسم بالله إلى هاد النهار شنو هاد النهار هاد النهار الحد إلى هذه هي الأمنية ديالي اللي كنت كنطلب شي نهار تطلع 18000 باش بنادم ما يبقاش دايها مني أنا عوجة خاي البنج كتسمعني اخو كنسمعك هاد الهضره اللي قلتي كاينه كنهضر معاه وكنا اصدقاء بحالك بحال هشام انت وهشام كتهضروا انت وياه ياك حماده الشروقات شنو الشروقات تنسايو من البنج نطلع الشروقات حتى هو الشروقات النهار نفريو هادشي كامل خاي البنج شحال هادي في 2013 وكذا انا كانت عندي باس فيها 500000 كنا ضاربين في الراس الي بوكس راه من الناس وبالشهود وبكلشي حماده الشروقات كانت مشات له الباجا خيال بنت كانت مشات له داها لواحد الدري كنعرفو اقسم بالله الا كيبكي وهذا الخير هذا الا كيبكي ماشي عليا كيبكي على لي باج كاملين دار واحد الفيديو خوتي داو لي باج كدا 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 اقسم بالله وهذا المال اللي نتغسل به في هذا النهار في العواش الا جا لعندي وكيهضر قول له سمعك لي اوديو ديالو اللي كان كيسرد لي في الاول قبل ما تمشيلو قال لي خاي حكيم مشات لي الباج عاوني ودير لايف صوت وصوره هضر مع لي فان ديالك اقسم بالله الا كان كيطلع لي اللايف 87000 ودرت لايف صوت وصوره اخوتي حماده الشروقات مشات له الله الباج عاوني ومقود عليه مسكين عايش في الغربه كذا اقسم بالله الا كان كذب الله يعطيني القصاص مشات المهم رجعوا له شويه لي فان مشاو صافي
شوف حنا ما كذبناش حنا وفي كاسين. طيب نزيد نكمل لك باش ما تقول باش مرة أخرى خويا زكريا. اسمعني. مزيان. شوف باش مرة أخرى ما تبقاش تحكم على بلادهم ما كتعرفوش، اسمعني. درت له لايف، المهم الناس مشات لعندو تابونا وعندو الناس وكذا، دازت ليا مردو له لاشين، ها هو ولاو عندو جوج كليباج. القديمة ما بقاش كيخدم، بقى مكاشيها ولا خدام في هاد الجيجة الجديدة اللي درت له أنا ليلة الإشهار والليباج كامل. دازت ليا مشات لي رباج أنا. بقينا كنهضرو أنا وياه، قلت له دير لي الإشهار داك الأوديوات اللي سمعك، كنا صحاب. دير أخويا الله يحفظك. نورمالمون نورمالمون خاي زكريا، دابا أنت مشات لك، شوف خاي زكريا أنت مشات لك الباج ودرت لك انا لايف وصوت وصوره ورجعوا لك لي فان ومشات لي انا الباج، دير لايف صوت وصوره ولا ما ديروش؟ اش مشكل نفس الجيست اللي درتي معايا نديرو معاه. ها هو شنو دار اخويا زكريا؟ اقسم بالله العالي العظيم الا كان كيخل كيدير ليفي وكيهز ليا ديال لاشين ديالي وكيرميها في الباج القديمه اللي مشات، تخيل بلا ستاتي بلا والو كيهزها كيقول لهم خوتي تابونا وها لاشين دبيزي كا ويرمي لاشين. واش اللايف هو لاشين تكوبيها وتلوحها وهضرب الرجول؟ وشوف نقول لك هي ماشي نفس ماشي نفس اللعيبه. انا نقول لك شنو هو التعقيب اللي عندي الوحيد، التعقيب اللي عندي الوحيد هو انه قال لي بان كدوزي لي خايب على زعما الوالده ديالو وداك الشيء، هادشي اللي ما عجبنيش انا فقط. انا واحد القضيه خاي زكريا هذا والله ما شوف 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 دابا اسمع اسمع نقول لك بيسيكا دابا اسمع نقول لك دابا اسمع نقول لك دابا نقول لك شنو كاين دابا البنج دابا البنج الوالده ديالو ميته اوتوماتيك ممكن يسمع اوتوماتيك ممكن يسمع شاجه فيها الام كي كيحن دابا الوالده ديالو ها هو البنج ياك بديت انا كنركب فوق الموجات انا كنهضر فيه وكذا بحيث حيتاش هو هز دار واحد ستوري قال لهم هذه ماشي رجله دار ستوري هكا هذه ماشي رجله وترجل بقيت انا مركز انا هذا كنعرفو انا في الشكل وكذا دار لي هكا بقيت كنجول لا غداش نورمال واش هذاك لايبات تبقى تشكر فيهم وكذا وكذا تما ما نكذبش عليك انا خرجت معاه الاخر ما نكذبش عليك وبديت وسمعنا خير زكريا زكريا سمعنا خير زكريا واش تبع بالنسبه للموين حماده يوريك اخويا شي فيديو كنسبها والله تنحبس هذا الشيء كامل قلت له حاجه وحده على موه اسمعني هو كيضرب المايك وكيضرب البياس ومصور مع موه لابسه حلومه وتقاشر قلت له شنو هذه الخدمه من تما ولات كتلبس المايك بحالو وكذا وكذا هذا الشيء اللي قلت له موه سبيت له موه ولا حاجه لا وانت خيال بنجي تكيد وسبينا بطريقه سلبيه واش طيحت لك الهضره لماك خيال بنج ياك هضرت هي إيه كنجاوبك ما نقدرش نجبد البنادم وانا هي سبعين ما نقدرش نسبها وهذا الشيء اللي دار اخايا اقسم بالله الا زدت فيه والله يعطيني العافيه وليدي وليدي شي حاجه اللي بعيده تبقى فهمتيني في الاحترام وكذا والله اخويا ما سبيت ما والو انا اصلا حماده الشروقات راه كان صاحبي ولا اقسم بالله كنت كتسخرو في الواتساب اخايا زكريا ويقول لك عاود قول له نهار اللي جيت هو البروتين واحد واحد المغازان في فرنسا عادي يا بيديكا صافي سخرتي جاب البروتين شنو فيها عادي يا صاحبي او بيزيكا تجي عندي الكازا واه بيزيكا فاش تجي عندي الكازا تجي عندي الكازا نمشيو عند البنجا هو ساكن حدايا نمشيو عنده كاع مرحبا بك عشيري مرحبا ها هو البنجا هنايا والله نمشيو والله سوا لاني بنادم ما يبقاش يحكم عليك وما كيعرفكش شوف اخي البنج انت واحد القضيه باش ما عجبتينيش ما نكذبش عليك انا كتعجبني الهضره في الوجه حيت طلعتي هو سمعتي له كنتي تطلعني انا ولس ماشي ماشي تمشي انت مع صافي عمرك كيتي 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 اسمع نقول لك واحد البلان مزيان منين ساليتو هشام منين ساليتو هشام طلعني لايف ونحن نقول لك هذاك الشيء اللي عندك الداخل ديالك حنا نديرو ديك البرامج ديال قلوب الرحيم دابا طلعو دابا طلع انت وياه دابا صافي علاش غادي نطلع اخويا هشام راني قلت داك الشيء نوليو نعاودو الصيدي عاوتاني كنعيط للسروقات دابا غادي نطلعو حتى هو ونفريو هادشي دابا مشكل انا زكريا ما عندي معاه حتى حاجه انا اصلا ما كنتش كنعرف زكريا انا هو دابا تمشيو زكريا هانيا صافي ما كاين والو غتجي عندي الكازا يسالي هذا الحجر الصحي غنمشيو عند زكريا والله تنمشيو لعندو بالله الا يتهلا فيه ديما كنتلاقاو مرحبا والله تنوصلو لعندو نضربو في الراس كاع نبانو في شي كليب راه كامل حنا راه ما عندنا غرض معك رمى واخا يا
زكريا لك، شوف إذا كنت سمعتي من حاجة ولا راه والله ما تهديت عليك، وراك